وذكر حجاج العراق خبر وفاة الشاعر دعبل بن علي بن رزين الخزاعي. شاعر هجاء أصله من الكوفة، أقام ببغداد، له أخبار كثيرة وشعره جيد السبق قوي العبارة. كان صديق الشاعر البحتري وصنف كتابا في طبقات الشعراء، كان أغلب شعره في مدح آل البيت. وهجى الخلفاء الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق العباسيين، مثل أمام المأمون فاستنشده قصيدته التائية في مدح آل البيت، وفيها يقول: ملامك في أهل النبي فإنهم أحبايا ما عاشوا، وأهل ثقاتي أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. فبكى المأمون حتى اخضلت لحيته. توفي ببلدة الطيب بين واسط وخوزستان عن عمر نهزة 95 عاما.